القصه بالظبط في المنتخب الوطني؟ انا مش بقول اسماء ومش بهاجم حد، بس انا بتكلم على مصلحه المنتخب المصري. هرجع لتريزيجيه مره ثانيه. تريزيجيه واحد من اهم نجوم المنتخب واللي دايما حاضر. تريزيجيه احتماليه مشاركته ان شاء الله باذن الله مع منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد باريس باتت كبيره جدا. احتمال انه تريزيجيه طبعا واللاعب الحقيقه عنده رغبه بشكل كبير جدا انه يلعب مع منتخب مصر الاولمبي، وكان الجهاز الفني بيتكلم في احتياجاته، والحقيقه يمكن هو في اسماء كتيره جدا كان الكلام عليها، لكن يبدو ان تريزيجيه دخل في الصوره بشكل كبير جدا، وما زال روجيرو ميكالي المدير الفني بيدور على حارس مرمى. وطبعا مع تألق شوبير والشناوي، اعتقد انه الاثنين الحقيقه الشناوي لعب طوكيو قبل كده، ممكن تكون فرصه لمصطفى شوبير. معرفش الاهلي طبعا يفكر في مين او يحتاج مين وممكن يسيب مين. روجيرو ميكالي ممكن يكون شايف مين انسب، لكن اعتقد ان الاثنين يعني يطمنوا بشكل كبير جدا على حراسه مرمى في اولمبياد. واعتقد كمان انه اذا كنا بنفكر في مدافع ما تقاليش انه في حد اقرب من محمد عبد المنعم من وجهه نظري يعني المتواضعه.